أهلا بكم وصحاب طوركم إليكم باقة من أخبار المنتخب الوطني الجزائري حسب موقع الجزائر تيوب. أولا، المنتخب الجزائري يعود للعب في الملاعب المصرية خلال شهر جوان المقبل، حيث سيواجه المنتخب الجزائري في شهر جوان المقبل منتخب أوغندا ضمن مباراة الجولة 5 منتصفية كأس أمم إفريقيا. وكان الخضر قد ضمنوا التأهل بصفة رسمية إلى نهاية كان كوديفوار بعد الفوز على النيجر بهدفين لهدف، ليصبح الخضر ب 12 نقطة في صدارة المجموعة. وكشفت مصادر إعلامية بأن منتخب أوغندا قد يواجه الجزائر في مصر، وذلك لعدم تأهيل ملاعب أوغندا لاحتضان مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا. في ثاني خبر، شعبي الجماهير الجزائرية من نوع خاص هو ما أشوه في ملعب نيلسون مانديلا كان جنونيا، حيث أبدى الوفد الجديد صفوف كتيبة الخضر فارس الشعيبي إعجابه بالأجواء الخرافية التي عاشها في ملعب نيلسون مانديلا بمناسبة لقاء النيجر في أول تجربة له مع كتيبة المحاربين. وتحدث شعيبي في تصريحات مقتضبة خاصة بها موقع لدولوز فرنسي قائلا، في أول مباراة لي مع المنتخب في الجزائر تدخل أرضية الميدان وتشاهد تلك الأجواء إنها فعلا مذهلة. قبل أن يضيف، الملعب كان ممتلئا على آخره، صراحة الجماهير في الجزائر مجنونة لم يتوقف عن الهتافات خلال عملية الإحماء. وأكد صاحب 20 عاما أن جميع لاعبي المنتخب الجزائري اعتنوا به جيدا وقدموا له النصائح اللازمة طيلة فترة التربص الخاص بممارسة النيجر قائلا، تلقيت ترحابا رائعا من لاعبي المنتخب والكوادر، تحدثوا كثيرا معنا وكنا جد متفاهمين فوق الميدان، وهذا أمر رائع وسهل اللعب علينا وتابع. وفيما يتعلق بمواجهة النيجر التي فاز بها الفريق الوطني ذهبا وإيابا، قال المتحدث، دخلت مباراة النيجر وكأنها مواجهة عادية، الهدف كان واضح له التأهل لكأس أمم إفريقيا، وأنا سعيد لمساهمتي بتمريرة حاسمة وأتمنى أن تستمر مستقبلا. جدير بالذكر أن شعيبي شارك بديلا في المباراة الأولى التي جرت بالجزائر وانتهت بفوز الخضر، في حين شارك أساسي في المباراة الثانية التي جرت بتونس وانتهت صار خضر بهدف دون مقابل وقدم خلالها مستوى متميز. كما يبدو أن فارس الشعيبي استفاد كثيرا من قراره بتمثيل المنتخب الجزائري انطلاقا من فترة التوقف الدولي هذا الشهر، كون أن إقامته السوقية شهدت ارتفاع جنونيا بمجرد ظهوره الأول مع الخضر، وهذا يضاف كذلك إلى تألقه الكبير مع فريق تولوز في الدوري الفرنسي. في خبر آخر بالأسماء، ثلاث منتخبات إفريقية مرشحة للتتويج ببطولة كأس إفريقيا المقبلة، إضافة بالتأكيد إلى منتخب وطني الجزائري، حيث ستنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل في دولة كوديفوار وسط تكهنات حول هوية المنتخب الذي سيتوج باللقب. ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز منتخبات إفريقية المرشحة للتتويج باللقب. أولا، كوديفوار، حيث يعتبر المرشح الأول للتتويج باللقب باعتباره البلد المضيف للبطولة والذي سيحظى بدعم جماهيري كبير مقارنة مع بقية المنتخبات، كما أنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل كيسي بوتوس بيدها برشلونة وظهر نجم كريستال باراس. ثانيا، السنغال، حيث يعيش حالة من الاستقرار بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا الأخيرة، وكذلك تقدم مستويات رائعة في بطولة كأس العالم، يعتبر منتخب السنغال ثالث مرشح للتتويج باللقب. ثالثا، الجزائر، حيث يعرف منتخب الجزائر تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة من المرتقب لإصلاء الخضر في أفضل أحوال من كوديفوار، ويعتبر منتخب وطن الجزائري ثالث المرشح للفوز بهذا اللقب. في خبر آخر، غوارديولا يكافئ محرز بعد تألقه في مباراتي النيجر ذهبا وإيابا مع المنتخب الوطني الجزائري، حيث كشفت تقارير إعلامية بريطانية بأن مدرب إسباني بيب غوارديولا يرغب في إشراك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا خلال مباراة فريق السيتي المقبلة في البريمير ليج، وذلك أمام نادي ليفربول. وأكدت ذات التقارير بأن الحالة الذهنية جيدة لرياض محرز بعد عودته من تربص المنتخب الوطني، جعلت غوارديولا يثق فيه لصنع الفارق أمام الريدز ليفربول، خاصة بعد تأكد غياب فيل فودين بعدما أجرى عملية جراحية. ويواجه السيتي يوم السبت مقبل نادي ليفربول في افتتاح جولة 29 من الدوري الإنجليزي ممتاز البريمير ليج. وكذلك رسميا الكشف عن موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار، حيث كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا للأمم. وقال كاف
في بيان رسمي أن البطولة ستنطلق في 13 من شهر جوفي المقبل في ملعب الحسن مطار ديكوت ديفوار. كما ذكر كافي أن نهاية البطولة ستكون يوم 11 فيفري، أي بعد حوالي 28 يوم على انطلاق الدورة. وكان المنتخب الجزائري قد أهل رسمي إلى النهائيات قبل جولتين من نهاية التصفيات. لا تنسوا رايك وتعليق وشكراً.